أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فهو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه، وهو الباطن الذي لا شيء دونه، سبحانه سبحانه سبحانه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لازلنا نعيش بفضل الله جل وعلا مع قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بوقت وقوعها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولازلنا الليلة إن شاء الله جل وعلا نعايش أحداث الساعة، تلك الأحداث المرعبة المزلزلة. انتهينا في الليلة الماضية من النفخة الأولى من نفخة الصعق، ونحن الليلة على موعد أيها الأخيار مع النفخة الثانية، ألا وهي نفخة البعث، وذلك مصداقا لقول الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه هي النفخة الثانية بنص حديث مسلم، ونحن إن شاء الله جل وعلا نلتزم بما ورد في الأحاديث الصحيحة، ففيها الغنية وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى. ثم نفخ فيه أخرى، أي في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. واعيرون القلوب والأسماع على أن قضية البعث من القضايا التي شكك فيها المشككون قديما وحديثا، فإن من الكافرين والعياذ بالله من أنكر قضية البعث في القديم، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من زعم أنه سيعيش وسيموت إلا أنه لن يبعث بعد الموت، كما أخبر ربنا جل وعلا عن هذا الصنف الخبيث في سورة التغابن، فقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بلى وربي لتبعثن، لا متوكيد، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
إن ذلك على الله يسير. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله جل وعلا في هذه الآية أن يقسم بذاته. وهنا ينبغي أن أذكر أحبابي وإخواني بأن الله جل وعلا إن كان يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم إن كان قاسما بالله جل وعلا، أفيحل لنا نحن إذا أردنا أن نقسم وأن نحلف وأن نقسم بغير الله جل وعلا؟ كلا والله، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك. أيها الحبيب الكريم، أعلم يقينا أنك تحب الحبيب المصطفى، ولكن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرك ويجب عليك أن تذعن لأمره وتطيع. يأمرك الحبيب ألا تقسم به، أي لا تقل والنبي ولا والولي ولا وحياة أولادي ولا وحياة زوجتي ولا كذا ولا كذا، وإنما يعلمك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كنت حالفا ومقسما أن تحلف بالله جل وعلا، لأنه لا يجوز لك البتة أن تحلف إلا بالله تبارك وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تقل أيها الحبيب والنبي كذا، كلا، هذا لا يصح ولا يجوز. وأيضا إن تعرضنا لهذه الجزئية فأذكرك أيها الحبيب في الله وأقول لك كن على يقين بأن الأمر كله لله جل وعلا، وبأن الضر والنفع بيد الله جل وعلا. فإن كان لا يصح لك أن تحلف إلا بالله، فإنه لا يصح لك بحال أن تسأل غير الله. إياك أن تسأل نبيا ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تسأل وليا إن كان لا يصح لك أن تسأل الحبيب محمدا، فهل يصح لك أن تسأل من دونه وليا؟ كلا والله، لأنه لا يملك لك الضر والنفع إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كما ورد في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح أنه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل من؟ النبي ولا الولي؟ اسأل من يا أحباب؟ الله جل وعلا. انتبه أيها الكريم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لا تسأل إلا الله جل وعلا، لأن الذي يملك الضر والنفع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا تحلف إلا بالله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله. وانتبه أيها الحبيب، ولا تذبح إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. لا عقر في الإسلام،
ولا نبر في الإسلام إلا للرحيم الرحمن. وانتبه أيها الحبيب، إن كان ذبحك لله فليكن نذرك لله، لا تنظر لنبي ولا تنظر لولي، لأن هذا من الشرك الذي حذرنا منه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من حلف فليحلف الله، ومن نذر فليكن نذره لله، ومن ذبح فليكن ذبحه لله، ومن طاف فليكن طوافه ببيت الله. إياك 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 أن تطوف بغير بيت الله، لا تطف بقبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره من الأولياء والصالحين، وإنما فليكن طوافك ببيت رب العالمين كما أمرك ربك جل وعلا بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. لام الأمر أيها الأخيار، هذه هي العبادة الصافية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الحبيب، لا تظنن أن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن تسأل رسول الله أو أن تطلب من رسول الله أو أن تستغيث برسول الله أو أن تلجأ إلى رسول الله. كلا، لا تقل ما قاله من قبل هؤلاء: يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك. عند حدوث الحادث العمني، وإن من فيض جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فأين الله؟ أين الله جل وعلا الذي يجب أن يسأل وأن يستغاث به وحده، وأن يسأل وحده، وأن يستعان به وحده، وأن يتوكل عليه وحده، وأن يفوض إليه الأمر وحده، وأن يذبح إليه وحده، وأن ينظر إليه وحده، وأن يستعان به وحده، وأن يستغاث به وحده، وأن تصرف العبادة كلها لله جل وعلا وحده؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل يا محمد، بلى وربي يأمر الله نبيه أن يقسم به، فيجب علي وعليك أن أقسم بربي جل وعلا، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالولي. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبالرغم من ذلك كذب الذين كفروا ربنا جل وعلا، وسخر الكافرون من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما قال الله عنه في سورة الإسراء: قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كونوا ما شئتم، سيبعثكم الذي خلقكم أول مرة. ولقد ذهب أبي بن خلف وقيل العاصي العاص بن وائل بعظام بالية أيها الأحباب يفتها بين يديه، وقد ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جل جلال الله الذي خلقك أول مرة من النطفة المهينة الحقيرة أليس بقادر على أن يبعثك مرة أخرى؟ بلى وعزة ربنا إنه لقادر. قل بلى وربي لتبعثن. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع النبي إصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ها انتبه أيها الحبيب، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برجين وللأرض منك وعيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت منك التراقية قلت أتصدق؟ وأنى أوان الصدقة، أنى أوان الصدقة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ قولوا بلى وعزة ربنا، كما قالها قتادة رضي الله عنه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك. أسمعت أيها الحبيب؟ الله جل وعلا يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك يا ابن آدم، وشتمت ربك يا ابن آدم، صاحب الفضل والإنعام والإكرام والإحسان. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: إن الله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الفرد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. جل جلال الله، كذب الإنسان ربه بقوله الله جل وعلا، وشتم الإنسان ربه بقوله بأن الله جل وعلا قد اتخذ ولدا. ورحم الله إمام أهل السنة والجماعة يوم الإمام أحمد يوم أن كان ينظر إلى نصراني، ولا تقولوا مسيحي، يوم أن كان ينظر إلى نصراني فيغمض عينه ويصرف بصره عنه ويقول: إني لا أطيق أن أرى من سب الله جل وعلا. سب الله مسبة عظيمة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقضية البعث من القضايا اليقينية الغيبية التي هي من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ولا ينكر البعث بعد الموت إلا كافر بالله تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولقد ذكر الله جل وعلا لنا في سورة البقرة قصتين جميلتين
من أعظم الأدلة على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت، كما قال سبحانه في قصة العزير: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. والقرية على الراجح هي قرية بيت المقدس، مر عليها العزير بعدما دمرها باستنصر وصارت خرابا، فنظر إليها العزير يصفر فيها الهواء لا سبب فيها من أسباب العمران، فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله جل وعلا 100 عام، ثم بعثه بعد 100 عام كاملة، وسأله الله جل وعلا عن طريق الملك قال: كم لبث؟ فنظر العزير فوجد الشمس ما زالت مائلة إلى الغروب، فظن العزير أنها شمس اليوم الذي مات فيه أو نام فيه. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. ما الدليل؟ انظر إلى وجهي المقارنة، لأنه لابد للمقارنة من وجهين: وجه ثابت ووجه متغير. قال: انظر إلى الوجه الأول، انظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنه، أي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. بالله عليكم، هل في الدنيا ديب فريزر يحفظ طعام 100 سنة يا إخوان؟ الله أكبر، يحفظ الطعام 100 عام. انظر إلى الطعام والشراب، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. فوجه المقارنة المتغير يا رب. البص، انظر إلى الحمار، أي حمار؟ الحمار صار عظاما بالية، صار رميمة، أكلته الأرض وبلي. قال: انظر إليه. فنظر إلى الحمار فوجد الله جل وعلا يحيي أمام عينيه حماره مرة أخرى، يأتي العظم إلى جوار العظمة التي سيركب معها، وإذ به يرى الحمار يتحول إلى هيكل عظمي فقط، لا لحم ولا عظم ولا شعر ولا روح. وإذ به بعد ذلك يرى الحمار يكسى باللحم، ثم بعد ذلك بالشعر، ثم يأمر الله الملك، فأتى الملك الحمار فنفخ في منخريه فنهق الحمار بإذن الله جل وعلا. فصرخ العزير قائلا: أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعدها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم ما شك يا إخوان. أضرب لكم مثالا. يأتي الشيخ محمد التويجري حفظه الله ويقول: ابني نجح في المتوسطة وجاب 99%. خلاص، وهذه الشهادة يا شيخ، انظر في الشهادة، ما شاء الله 99%، ما شاء الله ما شاء الله. انظروا إلى السؤال، أقول: يا شيخ محمد، كيف حصل ولدك على هذه الدرجة؟ هل أنا بهذا السؤال أنكر أنه حصل على 99؟ أنكر يا إخوان؟ ما أنكر، ولكنني أسأل عن كيفية حصوله على هذا. فإبراهيم ما أنكر، وإنما قال: كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن ينتقل من حالة علم اليقين إلى عين اليقين. قال: طيب، جمع شوية الطيور يا إبراهيم. وجمع إبراهيم الطيور، قال: ذبح وقطع واخلط العظم مع الريش، اعمل سلطة، سبحان الله، وحط على كل جبل كم من اللحم وكم من العظم وكم من الريش، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. علم كويس الطيور وعرف. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وقف يا إبراهيم ونادي، نادى على الطيور هذه: ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقف إبراهيم ونادى. ما يفيدنا ايش انواع الطيور يا اخوان؟ ان كثير من الاخوة توقفون، كان معاه ايه يا شيخ؟ كان معاه يمام ولا حمام ولا هدهد؟ الله اعلم. ما سكت القرآن عنه لا حاجة لنا في ان نسأل عنه. زي والله اذكر مرة واحد سألني، قال لي: يا شيخ، قلت له: نعم. قال لي: النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كان ذكر ولا انثى؟ انت مالك؟
واحد ثاني يسأل لي يا عم الشيخ، قلت له نعم، قال الكلب بتاع أصحاب الكهف كان اسمه ايه؟ قلت له اسمه عنتر. أي اسم؟ أي مشكلة يعني؟ واحد ثالث والله يسأل لي يا شيخ، قلت له نعم، قال الجنة فيها فسيخ. تعوذ بالله، ما لقيتش إلا الفسيخ تسأل عنه في الجنة؟ فهذه أسئلة كما قال علماؤنا عنها: علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر، ايا كان نوع الطيور، المهم العبرة يا اخوان. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. وانظر ايها الحبيب، ربنا ما قال يأتينك طيرانا، لانه لو قال طيرانا ربما قال الله، ثم اي طير هذا من طيور السماء، لكن قال سعيا حتى يتأكد ابراهيم بعينيه وهو يرى الطيور تحيا بامر الله وتأتيه بامر الله الذي يقول للشيء كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود يا إخوان. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شف الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنى يدهاك. بل سائل الأعمى خطى وسقى الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. بل واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. من يا إخوان؟ الله جل وعلا، الله جل جلاله. قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. هين. فإذا ما أراد الله أن يبعث خلقه وعباده، أمر الله جل وعلا السماء فتمطر. تمطر؟ تمطر ماذا؟ تمطر ماء كالطل. ايش معنى الطل؟ الطل ماء سخين كمني الرجال اعزكم الله. يأمر الله السماء فتمطر ماء كالطل، وهذا حديث رواه الامام مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. وعلماؤنا يفسرون معنى كلمة أبيت أي أبيت أن أسأل رسول الله عن ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثم ينزل الله جل وعلا ماء كالطل أي كمني الرجال، فكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. إيش هذا عجب الذنب؟ عجب الذنب هذا إخوان عبارة عن عظمة صغيرة جدا
في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله جل وعلا. هذه العظمة لا تبلى أبدا، يدفن الإنسان في قبره 1000 عام 2000 أكثر أقل الله أعلم، وإذا ما أراد الله أن يبعث خلقه وأن يبعث عباده يأتي الله بعظمة كل إنسان خلقه، والله أعلم بعظمة كل إنسان من لدن آدم إلى قيام الساعة، ويأتي الله بهذه العظمة لا تبلى أبدا، ويركب الله حولها جسد صاحبها بعدما يتنزل المطر هذا من السماء، تنبت الأجساد في القبور، تنبت الأجساد وتحيا في القبور إلى الوقت الذي يشاء الله جل وعلا، فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد ذلك أن ينفخ في الصور، خلاص الأجساد اكتملت، فإذا ما نفخ إسرافيل في الصور أمر الله جل وعلا الأرواح فيؤتى بها فتوضع في الصور، ويقول ربنا جل وعلا كما في حديث الصور الطويل الذي ذكرناه بالأمس، يقول ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتسري الأرواح في الأجساد في القبور كما يسري السم في اللدير، وحينئذ يأمر الله الأرض فتتزلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان المذعور المفزوع المرعوب: ما لها، ما الذي جرى، لقد كانت الأرض ساكنة آمنة مطمئنة، ما الذي غير حالها وبدل أنها وأمانها، ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا يا إخوان تتشقق الأرض ويخرج الناس من قبورهم سفاة عراة غرلة، تتشقق الأرض، هذا يخرج من هنا وذاك يخرج من هنا، ويتجهون جميعا إلى أرض واحدة، إلى مكان واحد، إلى هدف واحد، شاخصة أبصارهم تجاه هذا المنادي الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ونتوقف مع حضراتكم عند هذا المشهد المهيب، لنبدأ الليلة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع مشهد الحشر إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسطر وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم